السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتتبعين والمتتبعات ديال قناة محمد الفيلالي. إذا مرحبا بكم في هذه الفيديو الجديدة. إذا مجموعة من التلاميذ والتلميذان يتساءلون حول موعد الإعلان عن النتائج الجهوي الخاص بالسنة الثالثة إعدادي، سواء المسلك العام أو المسلك الدولي. إذا هناك بعض الجهات أعلنت عن النتائج، ولكن بالنسبة للجهة ديال فاس مكناس لا زالت، لأن وقع مشكل في التصحيح. إذا على العموم بالنسبة للنتائج، إن شاء الله على ما أظن أنها سوف تكون إن شاء الله غدا أو يوم الاثنين، غدا أو يوم الاثنين، أو تكون قد تكون النتائج هذا السبت وهذا الحد سوف تكون على موقع مسار. إذا بالتوفيق للجميع، وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق، وإن شاء الله تكونوا ناجحين كاملين. وما تقلقوش، النتائج غادي تكون سواء هكا ولا هكا غادي تكون. كنتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح، وما تقلقوش، وفرصة سعيدة. واللي ما نجحش ماشي نهاية العالم، كاين فرص أخرى، كاين تسعة أحرار، كاين بزاف. ما تقلقش، وبالتوفيق للجميع. إلى اللقاء، الجمعة طيبة.